السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اللهم ذكرني ما نسيت، واحفظ علي ما علمت، وزدني علما. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. طلابنا الأعزاء، اليوم راح نتكلم عن زمن الماضي البسيط، الباست سيمبل أو سيمبل باست، واليوم احنا في الوحدة السابعة. راح نتكلم اليوم عن زمن الماضي وما نحتاجه عن هذا الشابتر. طلابنا الأعزاء، الماضي البسيط، القاعدة مالتي الزمن اللي هو علي work at school، طبعا الفاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة، علي work at school، علي worked at school، she go to hospital، she went to hospital. إذن في زمن الماضي البسيط نحول الفعل إلى زمن الماضي، وطبعا إحنا شلون نحول الفعل الماضي؟ دائما نضيف له إيدي، دائما نضيف له إيدي. طبعا أكو حالات مرات إذا هو عندك إي أصلا إحنا ما راح نضيف إيدي، يعني نحط بس دي. إذا عنده مثلا واي مثلا نقلب الواي إلى آي ونضيف إيدي. طيب إذن في الزمن الماضي نقلب الفعل إلى الماضي، وفي حالات شاذة أيضا راح نأخذه. زين، الآن عندي فاعل زائدا did not زائد فعل مجرد زائد تكملة، وهذه هي حالة النفي. إذن في حالة النفي راح تكون القاعدة فاعل زائد did not زائد فعل مجرد زائد تكملة. انتبه لي على القاعدة زين، فاعل زائد did not زائد فعل مجرد زائد تكملة. ندى go to school yesterday، ندى didn't go to school yesterday. انتبه لي، في حالة النفي الفعل يكون مجرد، مع العلم انه هو ماضي، الجملة ماضي، ولكن يجب ان نضع الفعل في حالة المجرد. ندى didn't go to hospital yesterday. في حالة السؤال سوف نضع did. He work at school. Did he work at school? Did he work at school? Did he work at school? Did he work or work at school? الكلمات اللي مع الزمن yesterday, some minutes ago, years ago, last month, last week, في سنة 1920-1970، يعني في سنة الماضي، حدث ماضي، هذا هو دائما كلمات اللي نستخدمها ويا زمن الماضي البسيط. طيب أخذنا زمن الماضي البسيط، طبعا هو ذاكر لي على زمن الماضي البسيط، وذاكر لي اكو افعال شاذة باديلي، قال لي يابا هاي المجموعة يسمونها مجموعة الافعال الشاذة اللي تبقى مثل ما هي. ومثلا عندي cut 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 but put 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 put. عندي مثلا هاي المجموعة الاخرى اللي هي تتحول الدي يتحول الى تي، مثلا bend صايرة bent، مثلا build صايرة built، spend صار spent، send صار sent، وإلى آخره. هذه الأفعال الشاذة يجب حفظها. كذلك عندي هاي المجموعة اللي لازم تنحفظ. أخوان هذين الأفعال الشاذة نصيحة حفظوهن، ترى جدا جدا مهمات. شكو فعل الشاذ هنا لازم تحفظها، مهم جدا مهم جدا. هذه الأفعال نحفظها. هسه هذا زمن الماضي، هذا الأفعال في الماضي، هذه الأفعال في الماضي لازم تنحفظ. مثل ما تشوفون كل هذه أفعال شاذة يجب حفظها، وطبعا هذه أيضا معاها سنة هواي، بس صراحة جدا مهمات، ودائما الأستاذ يجيبهن بالامتحان، دائما الأستاذ يجيبهن بالامتحان بالامتحان. أخذنا القاعدة مالت الزمن، أخذنا حالة النفي، حالة السؤال. لما يكون عندي أداة السؤال القاعدة راح تصير what والdid اللي هو الفاعل، الفعل المساعد، ثم الفاعل، ثم الفعل الرئيسي. Who did he study؟ Sorry, what did he study؟ What did he study؟ الwhat وراها الفعل المساعد، وراها الفاعل، هاي القاعدة، وراها الفعل الرئيسي. لا تنسى لما يكون عندك who ما راح يكون أكو فاعل، يعني who helped George، الفاعل راح نحذفه. هسه هذا جورج مو فاعل، هذا جورج مفعول به، جورج مفعول به. طيب ايضا عندنا كلمة ago واللي هي تستخدم مع زمن الماضي. لا ننسى الكلمات اللي ذكرت لكم اياها، ذني كلش مهمات، كلش مهمات.
أي شيء يدل على الماضي، أي كلمة بمعنى الماضي اللي تدل على زمن الماضي فتستخدم معها زمن الماضي البسيط. نلاحظ هنا البيفور والآفتر، عندي كلمة بيفور مستخدم ليها وهي زمن الماضي، وعندي كذلك كلمة آفتر مستخدم زمن الماضي، كذلك الوين والوايل، هذن هي كلهن كلمات تعتبر أدلة على زمن الماضي البسيط. سواحد يقول لي زين استاذ احنا مو اخذنا الوين والوايل وراها مستمر وبسيط والى اخره من هذه الامور. اخوان كلامك صحيح، بس انت عندك منهج، كل انسان له وجهة نظر، الحياة بها كثير اختلافات، عندك مذاهب بالدين كثيرة، كل من يقول انا صح، كل من يقول انا صح. اذا احنا في هذا الموضوع نمشي على المنهج اللي موضوع. الآن عندي before وafter قايل لي تستخدم express simple sequence relations. إذن قايل لي يابا ال before والafter مستخدم لي وياها زمن الماضي البسيط، فأنا راح استخدم راح أجيبهن ويا زمن الماضي البسيط. كذلك عندي while مستخدم وراها ماضي والwhen، فهذن الكلمات كلهن استخدم وياهن زمن الماضي البسيط. الآن قايل الواز والوير زائد ان going to زائد ان simple verb is a verb phrase for expressing unfulfilled plans، يعني خطة يعني خطط. It is often followed by but an independent clause explaining why the plan was unabandoned. George was going to major in history. He changed his mind but he changed. اخوان الان كلمة was going to هي بمعنى يعني كان قد في الماضي، كان قد was going to major in history but he changed his mind. يعني شو ما جورج كان قد ذهب إلى كذا لكنه غير رأيه، لكنه غير. إذن الملاحظة اللي نكتبها طبعاً ال was aware زائد ان going to was aware زائد ان going to كتب القاعدة was aware زائد ان going to زائد ان طبعاً was مع المفرد الوير مع الجمع زائد ان فعل مجرد زائدا فعل مجرد. تستخدم هذا التركيب أو يستخدم هذا التركيب للتعبير عن خطة غير منجزة أو خطة لم يتم تحقيقها. نعيد، يستخدم هذا التركيب اللي يشوفونه أمامكم واللي ذكرت لكم إياه للتعبير عن خطة لم يتم تحقيقها أو لم يتم إنجازها. مثال لذلك قايل جورج was going to major. هنا طبعا major أخوان مو معناها رئيسي، هنا معناها يختار ويتخصص. يعني ان جورج كان قد اختار او تخصص في التاريخ الا انه غير رأيه، اذا خطة غير منجزة او خطة لم يتم تحقيقها. طيب one of اخوان هذني فتركيب مهمة. The one of indicates that one is a part of a group. كلمة one of يعملها واحد من. One of my friends يعني واحد من أصدقائي. One of the best students واحد من أفضل الطلاب. طبعا هذا one لازم بس أريدك تعرف لي إنه one of my friends إنه one of دائما يجي وراها plural، دائما يجي وراها جمع. One of my friends one of the best students، تعرف لي إنه one of تجي ده هذا هاي تفيدك إن شاء الله بالاختبارات. طبعا احنا لا نزال طبعا دي نرفع الفيديوهات للتمارين، حاليا دي نسجل الفصول
إذا أنت تشوف الفيديو هسه مالتي أو بعدين كم سنة، فأني حاليا قاعد أسجل فيديوهات لشرح المنهج وقاعد أشرح أيضا حل تمارين يعني. فهذه يعني لازم تنتبه على العنوان زين، شوف العنوان شو مكتوب به. طيب طيب إذا ورا الون دائما يجيك جمع، بس أكو ملاحظة مهمة. هسه أنا من أقول one of my friend، واحد من أصدقائي، هسه أنا قاعد أحكي عن أصدقائي لو قاعد أحكي عن صديقي؟ لا، قاعد أحكي عن صديقي. لذلك الفعل اللي وراها لازم يجي مفرد. One of the guests was. سواحد يقول استاذ مو boys جمع، هاي كلمة boys، ليش اختارين الاسم مفرد؟ ما أنت دا تتكلم عن الون. One of the boys، واحد من الأولاد، واحد من الأولاد، هذا واحد. إذا راح نقول is، أنا ما قاعد أحكي عن الأولاد، أنا قاعد أحكي عن الون، فانتبه لي عليها زين. The possessive of is used with the type of phrase avoid an ambiguous construction. At the home of once of my friend, in the office of. كلمة or in the home of or of one of. At the home of one of my friend. في أحد منازل، في منزل أحد أصدقائي، في منزل أحد أصدقائي. إذن هذا التركيب صح، يعني ممكن أستخدم وراء يعني الـ one of، يعني عفوا الـ one of أقدر أستخدم قبلها of عادي. ممكن مرات الواحد ما يصير، لا يصير. At the home of one of، وإذن one of اللي هي مالتنا هذه واحد من، أقدر أستخدمها ويا التملك، أقدر أستخدمها ويا التملك، مو مشكلة. يعني لا تستخدم التملك اللي هو بالأس التملك، هذاك راح يدوخك شوية. استخدم at the homes of at the home of one of my friends عادي يصير. None of، عندنا تركيب آخر اللي هو none of. None of طبعا يعني هي بمعنى النفي. None of Betty's friends. None of the food. يعني it may be followed by plural or uncountable. طبعا هي ممكن يجي وراها مفرد أو جمع، ممكن تجي وياها كلمة اسم غير معدود، الاسم اللي ما ينجمع. الاسم اللي غير معدود يعني معناها اسم ما ينجمع، مثلا food طعام، كلمة ما تنجمع يعني ما لها جمع، يعني ما تقدر تقول لها foods. مثلا عندك water، ماء، هذا اسم uncountable، اسم غير معدود. فهذني هاي none of تجي ويا غير معدود، تجي ويا plural، يعني ما تجيك ويا المفرد. يعني ما يصير اقول none of the car غلط، ما يصير اقول none of the car غلط. فاذا جاب لك مثلا بالامتحان none of مثلا وقال لك food، none of the food، none of the car، none of the، اريدك تختار the food لو ذكر، اكيد تختار none of the food، ما تختار none of the car، لان none of ما تجي ويا الاسم المفرد، تجيك لو يتجمع لو اسم غير معدود. شلون اعرفه معدود لو ما معدود؟ الاسم اللي مجموع اللي له جمع هو، يعني مثلا عندي كلمه food مي، هذا ينحسب ما ينحسب. الطعام هو مي، مثلا كي جولد ذهب، هو شلون تجمعها؟ مي، حليب، هذني اشياء ما تنجمع، يعني هاي الأسماء، عفواً الأسماء ما تنجمع، هي معروفة يعني حتى من المعنى أنت راح تقدر تميزها. طلابنا الأعزاء لا تنسون هذه الكلمات كلش مهمة. عندك مثلاً هذني حروف الجر in cafeteria، إذن الكلمات دائماً يجون ويا هذني، يعني مثلاً إذا كافتيريا خصوصاً ويا الأماكن لما تكون أنت بداخل الشيء أو فشيء محيط بك، فدائماً أصير in مثلاً القلم في داخل الجنطة in يعني the book on the. اما اذا شيء فوقه، الكتب على الرف، على فوق الشيء، فوق الشيء. طيب at، طبعا ال at it's often expression the position to indicate، يعني شلون احنا نقول ال at؟ يعني عنده، بعنده، عند هذا الشيء، عند هذا الشيء. مثال على ذلك at the table someone at the door. كذلك عندنا الـ in تستخدم للتكلم عن الكورسات أو عن الوظائف. أنا أخذت كورس بالهندسة in governments، I work in the government in the medicine. فإذا كلمة الـ in دائما تستخدم أيضا مع الوظائف. ذني أيضا أنصح تحفظونهن، لأن ممكن بعض الأساتذة يجيبهن، يقول لك مثلا يجيب كان صح أو خطأ أو اختيارات، يعني أكيد البعض مو الكل.
طيب لهنا احنا راح نتوقف هذا المحاضرة، لان هاي مو مهمة، عندنا ذني التمارين، نشوف ان شاء الله في محاضرات اخرى.